أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بدء مسوحات الاستثمار الأجنبي لمملكة البحرين. وحول المسح قال دكتور نبيل محمد بن شمس مدير عام الإحصاء بالهيئة إن هذه المسوح تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في المملكة لتزويد صانع القرار بالإحصاءات الدقيقة والمحدثة في هذا المجال ولتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى تزويد المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد بالإحصاءات التي توضح موقع البحرين على خارطة الاستثمارات العالمية، فضلا عن التعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني وتوزيعها في المملكة حسب القطاع الاقتصادي، ومن ثم بيان مدى تأثيره على مختلف القطاعات.